السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم إخواني؟ شو أخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. اليوم معي شرح تشغيل رقمين على الواتساب على نفس الجهاز بدون روت. أوكي، نحكي بسم الله ونبلش في الشرح. أولا بدنا نفتح الواتساب اللي موجود على الجهاز، نكبس على كبسة الخيارات وبنختار إعدادات، ثم إعدادات الدردشة، بعدين نكبس على نسخ احتياطي للمحادثات. نسكر الواتساب، نروح على مدير التطبيقات، المزيد، بعدين مدير التطبيقات، ونمسح الواتساب. بنفوت على اسم واتساب ثم بنضغط على إلغاء التثبيت ثم موافق، بعدين نروح على مدير الملفات أو على ملفاتي وندخل على ذاكرة الهاتف أو وحدة تخزين الجهاز. في عندي ملف اسمه واتساب بدي أغير اسمه، نضغط ضغط مطول، بعدين نختار تغيير الاسم وبنضيف حرفين O capital و G capital قبل كلمة واتساب. موافق. في رابطين تحت الفيديو بالوصف عشان تحمل ملف ال OG واتساب وملف الواتساب الرسمي. بعد ما تحملهم بنفتح ملف ال OG واتساب زي ما انت شايفه، بنفعل عليه رقمك الأساسي. طبعا راح تيجي لك التثبيت محظور إذا كنت عندك أنت تليفونك فيه تثبيت محظور، أو يعني عمرك ما نزلت التطبيق من خارج جوجل بلاي. فبنكبس على الإعدادات، ننزل لتحت شوي، في عندك هون مصادر غير معروفة بنحط عليها صح، بعدين بنشيل الصح اللي بيكون هون إذا كان موجود وبتكبس على موافق. بنرجع، بعدين بنرجع نفتح ملف الـ OG واتساب، التالي 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 تثبيت. نفتح وفتح، الموافقة والمتابعة، بنفعل عليه الرقم الأساسي. بنعمل استعادة عشان نستعيد الدردشات اللي كانت موجودة على الواتساب الأساسي. مبروك، نكبس على متابعة، التالي. متابعة، التالي. نغلق الواتساب لحاله، نرجع نفتح الواتساب او جي واتساب. زي ما انتم شايفين الدردشات رجعت عندي اللي كانت على الواتساب الاصلي. اوكي، بدنا نفعل الواتساب الثاني برقم هاتف امريكي. طبعا انا راح استخدم برنامج الهاي وير، واللي بده يسألني كيف استخدمت برنامج الهاي وير للمرة الثانية لانك استخدمته في الشرح الماضي، راح احكي له انا الشرح الماضي استخدمته على بلو ستاكس وعلى تليفوني، انا عمري ما استخدمته فرح استخدمه في هالشرح على تليفوني. اوكي، نفتح برنامج الهاي وير، بعدين بنختار ستاندرد ريجستريشن، بنحط الاسم اي اسم، الاسم الاخير اي اسم، بنخليها امريكا وهون ذكر او انثى ما في مشكلة. بعدين نختار تاريخ الميلاد، خليه يكون اقل من 1995، يعني 1995 وأقل، وأي يوم وأي شهر ضبط. بعدين البوستل كود بنختاره 01، بنحط أي إيميل، بعدين بنكبس على كونتينيو. هاي رقمي الأمريكي الجديد، بضغط عليه بعطيني كوبيد معناتها إنه تم نسخ الرقم، بعدين بنكبس على دن.
بعدين بنروح نفتح الواتساب الثاني اللي هو نسخة الواتساب العادية. احنا بالبداية نزلنا الـ OG واتساب، حاليا بننزل الواتساب الرسمي التالي التالي التالي، تثبيت. نكبس على كبسة فتح، بعدين بنختار الموافقة والمتابعة، بعدين بنختار البلد، من هون أمريكا أو الولايات المتحدة United States، بعدين بنضلنا ضاغطين ضغط مطول وبنختار لصق عشان نلصق الرقم اللي أخذناه من برنامج الهايوير. بنمسح الشحطة والزائد واحد، بعدين بنكبس على تم، بعدين بنكبس على تم، وزي دايما بننتظر ال5 دقائق لحد ما تخلص، بعدين برجع لكم علشان نفعل الواتساب بطريقة يدوية. اوكي اخواني رجعت لكم، خلينا نروح نشوف برنامج الهايوير شو صار فيه. زي ما انتم ملاحظين وصل الواتساب كود 268287. زي ما انتم شايفين الحمد لله تم تفعيل برنامج الواتساب برقم امريكي، وتم تفعيل رقمين على نفس الجهاز بدون روت. هيك انتهى شرحنا اليوم ان شاء الله، يعطيكم العافية، لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.